توقعات اقتصادية كثيرة تشير إلى عدم قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها الاقتصادية والبنى التحتية المهمة، مع توقعات موازية أخرى بمزيد من التراجع بأسعار النفط العالمية على مدى السنوات المقبلة بسبب عدم القدرة على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل الموازنة التي تعتمد بنسب تتجاوز 90% على إيرادات النفط. اليوم السوق هو اللي يملك الخبرة، يملك الموارد، بس لكن السوق يحتاج لرعاية، مؤسسات، يعني مؤسسات دولة راعية، يعني دولة، الدولة بتشريعاتها بتنظيمها هي توجه السوق بالشكل اللي ينهض بالنمو والتنمية الاقتصادية. يعني لا بديل للعراق إلا السوق بصراحة، لكن هو السوق الاجتماعي، السوق اللي تتفاعل به الدولة بقوة لإبرازه على وجه الساحة، إبرازه على لأن يأخذ مسيرته بالحق نحو التقدم، مزيد من النمو، ويكون هو المشغل الأساسي، يعني بدل الاعتماد على النفط وتقلبات أسواق النفط بهذه الطريقة المزرية اللي نشوف فيها. نعم، حوالي ما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي هو من النفط، وكذلك حوالي 90% فما فوق من تمويل الموازنة العامة للدولة يعتمد على النفط. أن هذا يعزى إلى عدم قدرة القطاعات الاقتصادية الأخرى من مسايرة قطاع النفط وتبقى التبعية في هذا الاقتصاد إلى القطاع النفطي. ومن هنا فلا بد من تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد العراقي. السبب في تحسين مناخ الاستثمار لأن الاختلال الهيكلي في قطاع الإنتاج يعزى إلى وجود مناخ استثماري متردي. وقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي نحو 60% مقابل الإنفاق الاستثماري، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية وشيكة يحذر الكثيرون منها، حيث تأتي هذه التحذيرات مع بعض الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى أن العراق يحتاج إلى إنفاق نحو تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاعه النفطي وعدد من المشاريع الاستراتيجية لمواجهة مخاطر تراجع أسعار النفط. تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط يعتبر مدخل من المداخل المهمة، إضافة مقومات جديدة للعمل والإنتاج وتطويرها أيضا يساعدنا خلق سوق عمل وفرص عمل من خلال الاستثمار ومن خلال تطوير موارد ومواد خام داخل البلد. أنا أعتقد العراق بموارد كثيرة من الممكن توجيه عقلاني، توجيه علمي، يساعدنا في عبور هذه الأزمة الاقتصادية. ويخشى الكثيرون من توصل السياسة الاقتصادية المتخبطة وغير المجدية في إيجاد حلول لمواجهة العجز في الموازنة، كالاعتماد على تقليص النفقات الحكومية وإصلاح النظام الاقتصادي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنويع مصادر الدخل.